مزيد من التحليل والنقاش ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم الرشيد المعتصم الباحث في مركز الخرطوم للحوار. سيد الرشيد أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية. ربما أبدأ معك من حيث انتهيت مع ضيفي السابق، هل ترى أن الحسم سياسي أم عسكري في الفترة القادمة؟ والله أتوقع المعالجة تكون عسكرية في الغالب، باعتبار أن الجيش يعني قدرته على السيطرة أكبر في كل الأحوال. وبناء على هذا سيد الرشيد، إلى ماذا ستؤول الأمور في الفترة القادمة؟ هناك تساؤلات كثيرة وكبيرة حول مستقبل السودان بعد هذا المشهد المخيف الذي نراه الآن، ما السيناريوهات في الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ السيناريوهات القادمة أن يكون هناك فضاء مفتوح للأحزاب السياسية والاتجاه لحكومة الحد الأدنى، يعني إجماع نسبي حول حكومة انتقالية تجرى تحت إشرافها الانتخابات من غير تحرش، من غير علاقات غير رشيدة مع القوات المسلحة، باعتبار أن الناس قد يعني أسخاز الصراع الداخلي فتى من عضد الوطن يعني. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل هذا الاقتتال وهذا المشهد وهذا الصراع ربما بين الجيش السوداني وبين ميليشيا الدعم؟ كيف يمكن أن نصل إلى ما تتحدث عنه؟ نحن توقعاتنا أن الجيش السوداني يعني قد يكون له القدرة يعني بشكل قاطع على حفظ الأمن وعلى التخلص من يعني أن تكون هذه القوات تحت السيطرة يعني. اعتبار أن عدد كبير من هذه القوات الآن عاد إلى حوش يعني دائرة القوات المسلحة، ولكن لا، ما زالت هناك بعض المجموعات التي تقاتل، يعني هناك بعض التمشيط يجري الآن حواليه. ضيفنا منذ قليل من الخرطوم أيضا سيد الرشيد كان يقول أن قبل 24 ساعة لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأمور لهذه الذروة أو أن تصل إلى هذا المشهد الذي نراه الآن. برأيك ما الذي أدى إلى تفاقم الأمور بهذا الشكل؟ وربما كانت الطموحات الزائدة لغادة الدعم السريع والاندفاع غير المتوقع وغير المبرر من قبل غادة الدعم السريع في دفعهم لقوات لقتال الجيش السوداني، وأن هذه القوات أصلا هي قوات يعني قاتلت مع الجيش السوداني في خندق واحد، وهي التي أشرف الجيش على إنشاء وتدريبه وفتح معسكراته ودعمها بالآليات. وما عمق المشكلة لدى الدعم السريع؟ ما عمق المشكلة لديهم في فكرة الدمج داخل الجيش السوداني وكل هذا الخلاف حول هذه النقطة تحديدا؟ طموحات غادة الدعم السريع هي التي قادتهم إلى يعني ربما ذهبوا بعيدا في الحفاظ على هذه القوات بشكل يعني محايد بعيدا عن سيطرة الجيش السوداني، وهذا الذي يعني قاد الجيش السوداني أو إلى المواجهة. كيف ترى الشروط المطروحة التي جرت في الفترة الأخيرة؟ هناك استفزازات مستمرة يعني استمرت منذ فترة في افتتاح هذه القوات دون تنسيق مع الجيش ودخولها لبعض المواقع من غير أمر التحرك، باعتبار أن القوات الجيوش لها تقاليد يعني لا يمكن لقوات مدججة بالأسلحة وقوات نظامية تتحرك دون علم ودون تنسيق مع الجيش السوداني. هذا هو الذي سبب القلق للمواطنين وللقوى القوات المسلحة السودانية. كيف ترى وتنظر إلى الشروط الموضوعة الآن والمطروحة من قبل كلا الطرفين؟ أنا أفتكر أن المسألة الآن تجاوزت مرحلة الشروط، الآن الميدان هو الذي سيحدد. القضية أصبحت قضية معارك حربية الآن. الذي سيحسم المعركة هو الذي تخطينا مرحلة وضع الشروط والمفاوضات إلى آخره، والآن الميدان هو الحكم، الميدان العسكري. إذن الميدان هو الحكم كما تقول أنت، وهو ما سيحسم الأمور في الفترة القادمة حسب ما ذكرت سيد الرشيد. شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم الرشيد المعتصم الباحث في مركز الخرطوم للحوار، شكرا على هذه التفاصيل وهذا التحليل.